ما بين غزة ويافا رقصت قلوبهم. يراه البعض مجرد استعراض لأطفال، لكنه بالنسبة لهم فضاء يهربون من خلاله من صوت القصف ومشاهد الموت وعناء النزوح الذي لا يتوقف. جينا عند الأستاذ خليل عشان ننسى الحرب وتضلنا نتعلم ومبسوطين. إحنا كنا بغزة وضخوا علينا وطلعنا وأجينا هنا، رحنا نلعب عند عمو خليل عشان ننسى الحرب. وفي ركن آخر من ذات المكان ثمة متعبون بالدبكة الشعبية الفلكلورية يلهون. منهم من الموت قد نجا، ولكن عائلته لم تنجو، فحق لهم ما يصنعوا. فبهذا هم للعالم يثبتوا أن الموت الذي لا يصيبهم نحو الحياة التي يطمحونها يقربهم. جاي ألعب مع صحباتي وأدرس لأنه ضرنا قصف ومنفعش أقعد لحالي في البيت. إخواتي اثنين استشهدوا، وخالتي ومرت عمي وولاد عمي وولاد خالي وإخواتي اثنين. رحت أشتري لأختي، رجعت على الدار لقيتها مكسوفة. فيش أي نوع من الأنواع، يعني لا تدريس ولا تعليم ولا لعب ولا فرحة، حتى بيطلعوا من بيوتهم وهم خايفين. إحنا يا الكبر بنطلع وإحنا خايفين، بس ما هيك بنحاول نحط الخوف على شقة علشان يعني نحاول نعطيهم يعني إنه يكونوا مبسوطين، حافز النشاط، ضحك، بيجوا هين بفرحوا والكل بده يشارك. وممكن لأنه حطيت ممكن 300 طالب اللي هون إنهم يسجلوا في الدبكة، بس إحنا نحاول ناخذ كم أقل لأنه فيش مكان ومش ممكن نطلع في الطلاب برا من هون. فحاولنا وهينا بنحاول وما زلنا. إذن إنه الهرب الذي ينشدون، ولكنه الهرب من موت يهددهم، الهرب نحو طموحاتهم وآمالهم التي يقتلها الاحتلال قبل أن يقتلهم. تأتي هذه المبادرة، مبادرة من جمعية التأهيل والتدريب الاجتماعي النصيرات التي تعنى بقضايا الأطفال وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام. باختصار رسالة هذا الاحتفال أو رسالة هذا البرنامج بأن مويكان نحن نستطيع، نحن نحب الحياة. الشعب الفلسطيني ليس إما قاتلا أو مقتولا، لا، هناك من يسر الحياة ويحب الحياة ويحب الغناء والرقص والدبكة والفنون والرسم ويحب التعليم كسائر أطفال العالم. هذه الرسالة باختصار. حلقت آمالهم نحو أهدافها أم أجبرت على الهبوط لا يهمهم، ذلك لأنهم يؤمنون بعزيمتهم التي لا يقبلون بمحتل إسرائيلي أو غيره أن يوقفها. إذا أردت أن تعرف أي الشعوب سعيا للحياة فلا تسأل أين وكيف، بل فتش عن قلوب أطفال قطاع غزة الذين لا يزالون يبحثون عن حياة ما استطاعوا إليها سبيلا رغم ما تقوم به آلة البطش الإسرائيلية. محمد أبو المصالغر، قطاع غزة، فلسطين.